اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، ناقدنا واستاذنا الكبير الحقيقه الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ اهلا بيك شرف كابتن، ومنور ربنا يخليك كابتن انت اخونا ومنور. وحبيبنا كل سنه الجميل وانت طيب. حبيبي، ربنا يخليك. ايضا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ ازيك كابتن؟ ازي اخبارك ايه؟ حضرتك؟ كله الحمد تمام. لله بخير، كله النهارده تمام. حلقه تاريخيه، لانه بجد احنا بنسمع، يعني انا بحب اسمعك دايما يا استاذ ربنا عصام يخليك الحقيقه، كابتن، ربنا وبحب يخليك. اسمع طبعا استاذ عبد الحكيم، لكن لا ده حكيمه النهارده كمان عنده الكثير والكثير ما شاء عنده الله، حاجات يعني كتيره جدا يقولها، بس مخبي علينا، ما اعرفش بيخبي علينا ليه. مش طب ما دايما. تخبيش على جمهور الاهلي. لا لا طبعا ما اقدرش، لا والله تقدرش. مش هيقدر، لا ما مش اقدرش هيقدر. طبعا. ماشي، لا لا ما لا نشوف ما نشوف. الحقيقه يعني فوجئنا بمستوى اقل ما يقال عليه ان هو مستوى ضعيف جدا ل احد الاعلاميين وهو بيتكلم عن ان في ضرب الجزاء للنادي الاهلي في المباراه السابقه. ازاي يعني هل ممكن الواحد يطلع ويتكلم بهذا الشكل وبهذا المستوى بهذه الطريقه في حاجه هي في الاساس غلط ما حصلتش في المباراه؟ هل ده يمكن ممكن؟ يمكن حصل، يعني حصل على رايك صحيح بجد يا حصل؟ كابتن. يعني حصل. الفكره كلها انه هذا يعني ان بالضروره انت خارج علشان تقول حاجات عن النادي الاهلي او صحيح. ضد النادي الاهلي صحيح ببساطه شديده يعني، ولا يمكن رصد اي شيء اكتر من كده. يعني سبحان الله، يعني تاتي وحدها تكلم عن حدث لم يحدث وكانه حدث بالفعل، وبالتالي يعني مش عارف ما يعني لا توجد ردود يا كابتن اسلام الحقيقه. يعني انا بستغرب جدا، لان انا عارف ان ممكن تكون حضرتك في موقف، لكن هو في النهايه انا بتكلم عن الحدث نفسه. يعني هل انا ممكن دلوقتي اطلع اقول ان الاستاذ عصام شلتوت مش قاعد معايا؟ ما انا بقول لحضرتك، ما هو اصلا هل ينفع اطلع اقول الكلام ده؟ لا انا اقول لك، انا كابتن هو سكريبت جاي له تمام، اما انا بقول الكلام ده ما شافش. هو واحد جاي قبل الهواء بخمس دقائق، خد السكريبت ده راح قاري، ولا شاف ماتش ولا شاف اي حاجه خالص. اوكي، ده كل الموضوع. قبل كده نفس الشخص كان بيمسك لك ورقه كده، ورقه ابيض فاضي، يقول لك انا عندي المستندات التي تدين النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. طب تدينه فين يا عم؟ طب يعني تدينه في ايه؟ يعني قول لي بس، ده الاهلي اللي بيشتكي بيقول ان انا كنت المفروض العب في مكان حادي، بدينه فين؟ ويمسك ورقه كده يقول لك ده ورق ادان للنادي الاهلي. فهو جه لا شاف المباراه ولا اتفرج على حاجه ولا يعرف اللي حصل في المباراه ولا يعرف. طب ده سؤال ابسط، مين اللي جاب الاهداف؟ يعني ليه كلنا المفروض نبقى عارفين؟ اكيد ما يعرفهمش. لا هو سكريبت جاي متوزع ومعروف على فكره. بص، في كم اكاذيب بتردد من النادي نفسه طبعا، عشان يعني ناس معينه اكاذيب بتحاول ترددها يوميا عشان توصلها للمشاهد على اساس الناس تصدقها وتحول لحقيقه، وتضطر انت تتحط في وضعك ان انت تقعد تدافع. تدافع صحيح. هو صح. عايز يوصلك للمرحله دي. صح. ان انت اكاذيب بتتردد يوميا، مع اني يعني انا بحب تمام لغه ايه لما كابتن اسلام يتكلم، وهو راجل مصدق جدا بالنسبه لي وكل حاجه فوق دماغي، بس انا بدي مثال يعني خلي عقلي تمام اللي يشتغل. صحيح. يعني انا هو ده اللي انا بقوله، ودي الكلام على عقلك. صحيح. عبد الحكيم هو بيكلمك. يعني انا بمناسبه الكلام اللي حضرتك بتقوله، عشان كده انا بحب جمهور الاهلي جدا جدا، واحب نقاشهم واحب اتناقش معاهم يا استاذ عصام. انا طلعت كلمت عن موضوع محمد مجدي قفشة في ركلة الجزاء، في ضربة الجزاء، ان علي معلول اعتذر وقال انا مش هقدر اشوط، ونمرة 2 و3 اللي هو كان مع حمدي فتحي ومحمد شريف مش موجودين في الملعب، فمن المفترض ان واحد من الاثنين اللي هيشوط، يا قفشة يا السولية. فالسولية راح قال لقفشة انت هتشوط؟ قال له قال له عايز تشوط؟ قال له لا شوط. يعني قفشة بيقول للسولية عايز تشوط؟ قال له لا شوط انت. لما الناس فكرت في الموضوع بالعقل، ده جمهور الاهلي بقى، لما الناس فكرت في الجمهور في الموضوع ده، الاول الناس كانت بتنتقد انت بتدافع وانت بتقول بتطبل وبتعمل، لما الناس فكرت في الموضوع بالعقل، جمهور الاهلي لما فكر في الموضوع بالعقل، لان الموضوع ما هو صح، ما هو ده اللي بيحصل على فكره. شوف يا كابتن، حتى ده اللي بيحصل، لكن كمان الذي اخذ في اعتقاده ان الكلام علشان ما تبقاش انت بتكسر في واقعه حصلت حتى وفيها خطا تمام، لكنه اعتمد على ايه؟ على خطأ يا مش حضرتك عصام. بقول لك لا بشكل عام اللي يعني. هياخد ده لا زي ما لا انت انا فاهم قصدك، اللي هو الضمير الغائب يعني. انا بقول لحضرتك فهتلاقي عنده مش 100 عذر، عنده 100 تخريجه، اللي تخريجه حقيقيه. ليه؟ هيقول لك طب ما هو ما كان يجب ان يفعلها. صحيح. بالتاكيد، لانه ده النادي الاهلي، ما ينفعش انت تاخد الكوره، لان في مدرستين، مدرسه لو حد عملها وحصلت كتير ان حد يتجرأ على الكره
واحيانا سبحان الله ده مش احيانا ده كثيرا ما تخرج الى السماء الى الصد صحيح. الى وكانه الخطا مراد ان يظهر يعني صحيح. وبالتالي بيروح هو عابرها بحته مهمه او يقول لك ايه يكفي ان النادي الاهلي اخرج الحوار كما قاله اللاعبين والجزء الثاني ان هناك عقوبه على اللاعب محمد صحيح. مجدي قفشه وبالتالي خلاص هنا جمهور الاهلي اغلق الموضوع عشان كده انا بحب بقى عشان انا ليه فتحت الموضوع ده دلوقتي عشان بمناسبه ان هو شغل عقلك فكر طبعا فانت لما تفكر في الكلام اللي بيتقال هتلاقي ان ده يعني اي حد لعب كوره او اي حد اتفرج على كوره هيبقى فاهم ان الكلام اللي انا بقوله ده كلام منطقي ان في لعيب فعلا هو شايف ان هو مش هيقدر يشوط دلوقتي عادي يعني جدا عادي جدا بتحصل ساعات في الخمسه اللي هم بعد الماتشات الراجل بيبقى واقف مستني رغم ان حاطط خمسه ماتش الاهلي والاسماعيلي 4-4 انا كنت بلعب في الاسماعيلي انا كنت رقم واحد في ان انا بشوط ركلات الجزاء خلاص انا شوط الاولى على عصام وجبتها جون جبت في الاسماعيلي الاسماعيلي تقدم على الاهلي 3-2 في هذه المباراه الوقت ده الجون الثالث انا اللي جبته ركله الجزاء وبعد كده جت في التجول الرابعه الاهلي تقدم على الاسماعيلي 4-3 لما بلال وعلاء ابراهيم نزلوا او علاء ابراهيم نزل يعني فغير الماتش وبقت 4-3 للاهلي فجالنا جون ضربه جزاء في الدقيقه 92 فكابتن محسن صالح كان هو المدير الفني طلب مني قلت له يا كابتن انا مش هقدر مش هقدر ضغط نفسي وعصبي عطيه كمين اللي بعديه بركات كان واقف جنبي قال لهم انا مش هقدر اشوط فاللي بعدينا مين عماد النحاس كان موجود في الملعب فعطيه عماد النحاس شاف عطيه مسك الكوره فقال له خلاص كمل شوت انت عطيه تمام فاهم اللي هو ايه خلاص عطيه صابر يعني. بس عشان جت عشان معلش اقطع كلامك عشان الجون جه كرة جت الناس نسيت يعني فخلاص الموضوع ما لهاش علاقه بقى بالجون جه ولا ما جاش بص انا بتكلم على اعلاميا وجماهيريا طب انا مش هدخل في النقطه دي طب هي نفس الواقعه حصلت امبارح بل بالعكس كان لها شكل سيء جدا يمكن كان عمرو السوليه بيتكلم مع قفشه لو حضرتك مش مركز معاهم مش هتعرف ان في واقعه ان هم بيتكلموا لو ما كانش في والله ما كان في واقعه صدقني لا يعني والله العظيم طبعا ما فيش واقعه بتاع ضربه الجزاء بص يا كابتن هو ما حدش يقدر يعفي اللعيبه في الملعب طبعًا معلش يعني طبعًا من الدربكه دي يا كابتن طبعًا والا ما كان لاداره الكره ان تتدخل بعقوبه واضحه واضح وبالتالي انت بس عشان عندك سنس الكره اكتر من المتابعين والمحللين فتلاقي الدنيا سهله انا اقصده مخارج اخرى اللي انا اقصده ان امبارح حصلت نفس الواقعه وكان واحد داخل الشوط واخد منه الكوره والتاني طلع زعلان وضرب ازازه الميه الموضوع قفشه قعد 4 أيام نتناول الاعلاميه الموضوع ده ولا حد جاب سيرته ولا حد اتكلم عنه انت هنا بتقول من يكشف ومن لا يكشف صحيح بالظبط يعني امبارح الواقعه لو نركزنا كان برضه نفس الموضوع بل بالعكس عايز الكوره التاني بيقول لا ده انا اللي بقى بشوط وجه ياسين من الناس يهدي والتاني هو طالع من الملعب راح ما رضيش يطلع وراح ضربه والتاني ما رضيش يستلم جايزه افضل لاعب بسبب المشاده دي وانت اوكي محدش اتكلم شوف النادي الاهلي كابتن خطيب قالها في جمله عبقريه ايوه اشتغلوا علشان تنافسوا وتفوزوا ما تشتغلوش عشان تعيق صحيح الاهلي كمنافسك هو ده اللي دايما انا حضراتكم حتى لما بنيجي نتكلم بنتكلم في هذا الامر ان احنا يا جماعه هو انا لما اطلب من التحكيم ان يبتعد عن الاحتواء ليه؟ لاني انا اللي انا عايزه ايه؟ ان انا كنادي اهلي العب كوره الملعب بقى اتغلبت او كسبت طول ما العداله موجوده انا كنادي اهلي استطيع ان انا لو عندي اخطاء ان انا اصححها بس ده فنية بس يعني. ده في المسابقات المستقره وفي بلاد عايزه تتقدم لقدام مش نادي والبقيه بعيده قوي هو اللي بيحاول يعني يرفع مشعل الاصلاح لانه انت في الاخر يقول لك يا عم ما انت كسبت مفيش حاجه اسمها كده لا مفيش حاجه اسمها كده حاجه اسمها كده افرض ما كسبتش وتحكي لا افرض كسبان في مباراه يا جماعه كانت 4-0 او 5-0 فريق من روسيا وفريق من الدوري الانجليزي من حوالي 10 سنين البيلن اتعاد يا جماعه والفرقه مغلوبه 5 يعني البيلن عليها واتعاد صحيح لان الجون اتحرك لا هو الحكم ده جبار يعني في بلادنا يتقال ايه اللي بيعمله ده هو بيعمل الحقيقه صحيح القانون صحيح القانون بيقيم نظام العداله يا كابتن بوشكاش في خمسينات القرن الماضي وهو من هو كان بوشكاش وتسيبور واعتقد مستر كوتي عملوا له كده حاجه اسمها المهاجم اللي هو شادو سترايكر ده لانه كان طالع صغير كانوا منتشرين مع دي ستيفانو في ريال مدريد وانديه اوروبا الكبرى وما بياخدوش اليورو خدوا اليورو فبيسالوا بوشكاش ازاي المجر تفوز باليورو قال لهم
لقد وهبنا اتحاد الكره خمس حكام على اعلى مستوى ففوزنا. ايه المقصود؟ انه ده عصب ان تكون هناك كره قدم حقيقيه بمنافسه حقيقيه. اوكي استاذ عبد الحكيم، عايز برضو اعرف من وجهه نظرك رايك فيما يحدث في موضوع التحكيم. بص، احنا كنا اتكلمنا هنا مع حضرتك كابتن اسلام وقلنا ان تجربه كلايتنبرج مش يعني مش هي الامل بالنسبه لنا ان احنا، ولكنها تجربه افضل من اللي فاتت. ما انا كنت اللي اقول لك على اللي هي دي بدايه الطريق، بدايه الطريق. وعلى فكره في تحسن، في تحسن. ده اجمل حاجه انها جت كمان مع كاس العالم. والله يعني في تحسن، في تحسن. بس احنا قلنا مع حضرتك هنا ان هيتحارب، هيتحارب من الناس اللي طمعانه في المنصب، هيتحارب من الناس اللي هي مش عاجبها يعني يبقى في اصلاح في التحكيم. واحد عايز يعرف الحكم قبل الماتش ب 48 ساعه عشان يكلمه يهدده او يكلمه يقول له مش عارف مين وانا هعمل واسوي، فهو مش عارف يوصل لرئيس لجنه الحكام عشان يعرف اسم الحكم مين او اي حاجه. هيتحارب من واحد مسؤول كان في اتحاد الكره سابق اللي هو اساس بلاوي اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا عايز يهد اي حاجه تتعمل كويسه عشان خاطر ما يبقاش في حاجه كويسه، يبقى تقول بغض النظر عن اللي موجود. تشوف يا ناكر خيري. أيوة يعني بكره اللي هو مثلا يعني واحد بيطلع من حوالي شهرين بيتكلم عن اخطاء موجوده في المنظومه الحاليه، حقك تتكلم على فكره، بس لما تشوف بلاويك اللي انت كنت موجود فيها اصلا. ده انت يا راجل طلعت قلت يعني خليت الاهلي حرم من لاعبيه الدوليين في محفل عالمي زي كاس العالم للانديه. والله يا كابتن انا بقسم بالله، ليس كل ما يعرف يقال. وليس كل ما يعرف يقال طبعا. ده يعني ده انت البلاوي اللي عملتها في فترتك يخليك تختفي. بيحارب اي حاجه كويسه دلوقتي. على فكره انا مش بعفي اي حد موجود عشان برس الامور تبقى واضحه، وكلايتنبرج ده مجرد بدايه، مجرد بدايه. مع التقدم التحكيمي لو الدنيا التجربه دي مشيت وطلعنا عليها شويه هنوصل للمستوى، بس ما حدش عايزك توصل لكده يا كابتن. ما حدش هيوصلك لكده. بص، النادي الاهلي السنه دي مع 40% من العداله. السنه دي سبعه فوز وتعادل. سبعه فوز وتعادل مع 40% بس من العداله. دي وجهه نظري. انت لو وصلت 100% هيبقى الفوارق في النقط الاهلي ممكن يحسم البطوله قبل يا سيدي الفاضل او يفوز بيها الاخر. هو بس ما المهم يبقى ما اديني عداله تحكيميه. اديني عداله. انا بكلمك على اديني عداله. طبعا اديني طبعًا. عداله طبعا. اللي واحد اخفى خطاب قيد، خطاب ايقاف قيد على نادي وقال لك انا اخفيته للتعاون. طب اخفيته ليه؟ طب انت باخفائك ده حرمت الاهلي ان ياخد اتنين لعيبه. الجواب ده لما جه يوم 23/6 لو اتعلن ان النادي موقوف عن القيد كان في لعيب هيروح الاهلي. انت هيك لما خفيت لحد شهر 10 لما الدوري خلص، اللاعب ده كان مضى وخلص وبتاع والكلام ده كله، محدش عرف الايقاف القيد. جاي تقول له اتكلمني عن اخطاء ناس موجوده او اخطاء ناس مستقبليه او ان المنظومه فاشله، طب حضرتك كنت بتعمل ايه؟ هي مش اخطاء، هو تعمد. الموضوع واضح وصريح. وضغط مباريات يا كابتن. الاخ اللي طلع يتكلم لعب الاهلي 16 مباراه، 16 مباراه في 41 يوم. 41 يوم. طب بص يا كابتن، انت حكيت لا بس خلي بال حضرتك، كويس ان حضرتك فتحت هذا الامر وبرضه عايز حضرتك تتناقش معانا فيها يا استاذ عصام، لانه ده موضوع مهم جدا من دلوقتي. انا بقول لحضراتكم اهو من دلوقتي، وانا في كل فقره وفي كل برنامجي وكل يوم هقول هذا الكلام لغايه كاس العالم اللي جاي. احنا هنلعب كاس عالم. النادي الاهلي لم يطلب ان يكون متواجدا في كاس العالم، ولكن وجد بسبب انه النادي الاهلي وان هو وجد بسبب القواعد واللوائح وانه يستحق وانه صاحب المشاركه. صحيح. مش بطل الدوري حتى هيشارك. فالنادي الاهلي لا يعاقب على ذلك. المره المليون هنا بقول النادي الاهلي لا يعاقب لانه بيمثل بلده وبيمثل قارته، وبالتالي الموضوع واضح وصريح. الناس لازم يبقى عندها من بدري بلان ايه وبي وسي. انا اقترحت اقتراح وده رايي الخاص بالمناسبه عشان ما حدش يقول النادي الاهلي، النادي الاهلي ليس له علاقه بهذا الامر. انا هنا برنامج بتكلم برايي. يعني شيء عايز تطرحه انت. انا قلت حد ممثل من اداره الكره في النادي الاهلي يقعد مع حد من رابطه الانديه، يقعد مع حد من اتحاد الكره اللي هو يعني الحاج عامر المسؤول عن لجنه المسابقات، ويتم تظبيط الاربع هما ثلاث ماتشات او اربع ماتشات تقريبا الوقت ده، ازاي الماتشات دي هتتلعب وما لعبهاش كل ثلاث ايام ولا كل يومين زي ما كان بيحصل السنه اللي فاتت ويحصل في الاجازات. هي تتلعب بالظبط زي ما كان الاهلي هيكون موجود في مصر بدون كاس العالم لو كانت الغيت. بالظبط. ومن ثم ده في اضافه ثانيه انه لابد انها تلعب في نفس التوقيتات اللي منافسك هيلعب نفس الاسابيع يا حكيم. صحيح. نفس الاسابيع، انت اسلام لاعب عبد الحكيم يبقى عصام يلاعب عبد الحكيم او الذي يليه في نفس المدد، ثلاث ايام والرابع يلعب، مساله سهله.
لانه قادم من الخارج. النادي الاهلي عليه التمسك بده، وما اروع او اكثر احترافيه اللي انت قلته بقى، انه لابد انه ده يبقى منصوص عليه. انا بقول من دلوقتي مبكرا، من دلوقتي بقول لحضرتك يبقى منصوص عليه مبكرا علشان يحصل قعده تخلص تك تك. وعلى فكره بما يتناسب مع ال 18 نادي، انا ما بقولش النادي الاهلي ده مثلا كذا، انا بقول لحضرتك الكل بما يتناسب مع ال 18 نادي، يعني ما تظلمش حد من ال 18 17 نادي الاخرين خالص. كمان اهو انا بقول اهو، ما تظلمش حد من 17 نادي الاخرين، لكن كله يقعد مع بعضه او ممثل من كل نادي ونشوف حل للامر ده علشان يبقى الموضوع واضح. انا رايح بمثل بلدي، رايح بمثل قارتي، مش رايح بمثل النادي الاهلي. فبالتالي يجب محدش، ما ينفعش اتعاقب على حاجه زي دي خالص. تعاقب ليه؟ بقالنا لا، ما احنا بقالنا سنتين بنتعاقب. ما أنا لا انا ما اقول لا، ما هو ده كان ما كان ده التعمد الاصلي على راي عبد الحكيم. ده تعمد اصلي. ثم شياكه من النادي الاهلي ان وافق وقتها، كان فاهم ان مفاهيم العداله وان هناك فريق مصري نتاج وجوده وقتاله على الكره في القاره يا حكيم، راح لكاس العالم، فكان فاهم ان ده محل زهو للاتحاد. انا مش بقول لمصر كلها لانها مليئه بالوان كثيره، لكن على الاقل لصاحب الكوره الاتحاد. صحيح، عندك فريق في النهائيات يا اخي، اشتغل عليه. انا بقوله اشتغل عليه. انا وصلت الموضوع ده، بقول لحضراتكم مره تانية، ده وجهه نظري الشخصيه بعيدا عن اي حاجه. بس هم بقى من 4 مباريات يا كابتن، لان الاهلي لازم يسافر قبل بدء البطوله بخمس ايام. بخمس ايام تبقى حكيم. انا ما هو انا مسافر قبل البطوله بخمس ايام عشان ايه؟ لائحه الاتحاد الدولي بتقول كده. لائحه الاتحاد الدولي بتقول كده. مش النادي الاهلي يعني. لا لائحه الاتحاد الدولي يعني مش النادي الاهلي اللي عايز يسافر عشان يفسح لعيبه مثلا. اللائحه بتقول لك انك تبقى موجود قبل اول مباراه ليك بخمس ايام عشان حقوق تسويقيه والرعايه والحاجات دي بتتعمل. انا فاهم الكلام ده كويس، ولكن انا بسالك، مش النادي الاهلي اللي مسفر عشان يخلي لعيبته يتفسحوا؟ لا يد له. الاهلي ينفذ قايمه، ينفذ لائحه منصوص عليها في الاتحاد الدولي طبعاً. مش في الاتحاد القاري ولا الاتحاد المحلي، في الاتحاد الدولي هو اللي حاطط اللائحه دي، وبالتالي انا بنفذها. صح، مظبوطه. طيب يبقى انا كاتحاد محلي مطالب ان انا اقف مع النادي الاهلي، زي ما شفنا فوزي لقجع في رئيس الجامعه المغربيه بيقف مع الوداد ومنتخبات بلاده، وكان بيحاول يقف مع ومنتخب بلاده، وكان بيحاول يقف مع انديه اخرى خلال الفتره اللي فاتت. كل ده ليه؟ عشان حق اتحاد كرة القدم ان هو يقف مع النادي الاهلي. تقف مع النادي الاهلي ازاي؟ ان انت تنسق كيفية ان النادي الاهلي يلعب مبارياته بعد انتهاء الكاس العالم. طبيعي جدا، طبيعي جدا. احنا لسه مفسر الماء بالمائي، ما هي ده طبيعي جدا. ده دورك يا صاحب الكرة، ده دور مهم جدا ان يكون لديك نادي مشارك، ما تقومش بخدمته. لا، ان تعمل صحيح القواعد، يلعب زيه زي ما حضرتك قلت زي بقية اندية الدوري موجود. والجدول يا جماعة، الجدول ده أنا آسف يعني محدش يزعل مني، الجدول ده مساطر وقلم رصاص عشان بيقعدوا يمسحوا ويعملوا. أي حد شاطر في الحساب هيعمل منه 3 نسخ، هيعمل منه بلان A و B و C. أوكي. هذه البطولة لم تخترع جديدا يا كابتن، دي قائمة بالفعل، لكن على النادي الأهلي. ولكن هو عشان النادي الأهلي فجأة أصبح موجود في هذه البطولة، وماله؟ ما هو ده اللي يخليك تعرف بلان بي يعني ايه. اوكي، وهكذا. لكن على النادي الاهلي ان يطالب بهذه المقاييس وان يخرج بعقد اتفاق ملزم ومعلن يا كابتن. انا مع حضرتك 100%، بس انا شايف ان هيبقى في حسن نوايا من رابطه الانديه، يعني الوضع مختلف يعني على الاقل. اتمنى طبعا على الاقل. بص يا استاذ عبد الحكيم، انا بعمل ايه؟ أنا انت دوري بتحذر. لا، انا دوري ان انا اعمل ايه؟ انا شايف الموضوع ده من دلوقتي اهو. اكيد طبعا اداره النادي الاهلي في تحركات بتحصل، بس انا ما اقدرش يعني مش هتكلم فيها دلوقتي وما تخصني يعني، مش هقدر اتكلم فيها لانه، لكن انا بتكلم بالنيابه عن نفسي. فاهم؟ انا راجل بطلع اتكلم ان انا شايف ان لا، مش هيحصل زي السنتين اللي فاتوا ان انا هتخليني العب كل يومين ماتش والاقي اللعيبه بتاعتي بعد 3 ماتشات ولا ماتشين لما ارجع من كاس العالم مش قادر توقف. وانا و 70 80 مليون اهلاوي يبقوا متضايقين وزعلانين عشان ايه؟ ال 70 80 مليون دول اهلاوي لو لا قدر الله، لا قدر الله خسرت دوري فنيا في الملعب ساعتها لا هيزعل، هيزعل من ادارته، هيزعل من لعيبته، هيزعل من كذا من كذا. ولكن ان انا يبقى عندي اجهاد، وان انا يبقى ضدي اجهاد وضدي حكام وضدي ايام المباريات اللي عايز تلعبها لي في توقيتات مختلفه، والمنافسين يبقوا اخدين ابنات اكتر مني بكتير على حسب الماتشات، ولاعبين ماتشات 5 6 ماتشات اكتر مني بعد ما ارجع من كاس العالم، فيبقوا هم اللي واخدين الدوري. فبتتكلم في حاجات انا مش عايزها تحصل تاني.
اصل السيناريو ده قدامنا اهو، السيناريو ده حصل كذا فحصل بعد كده كذا فاتغلبنا فمش قادرين نمشي فخسرنا الدوري. مش ده اللي حصل ولا مش انا بتكلم؟ بص يا كابتن انا بتكلم في نقطه ايه؟ حسن النيه ليه؟ يعني اصل مش هيجي اسوأ من اللي حصل من اللي حصل. فالاهلي طبعا مليون في الميه حط، مش احنا اللي هنقول، بس هو حاطط بلان في دماغه ترتيب للقصه. صحيح. بس مثلا انا هوريك ليه سوء النيه. الاهلي لما راح كان عايز يلعب دور الابطال قدام كايزر تشيفز، مسؤول اللي كان موجود وقتها مضاك على ورقه انك تلعب الماتشين وانت المنتخب فرقتك في المنتخب الاولمبي بيلعب في الاولمبياد بتاع طوكيو كانت بتلعب في 2021. صحيح. وكان عندك 6 لعيبه بيلعبوا في الفريق الاول، 3 من اللي هم كانوا مختارهم فوق السن و3 تحت السن. صحيح. فاجبرك تلعب ماتشين بدون لعيبتك في وقت اجنت المنتخب الاولمبي، راح عامل لك ايه بقى؟ حاطط لك الماتش الثالث مع اخر مباراه للمنتخب في الاولمبياد. ايوه برافو عليك. اللي هو ايه؟ الفرقه خلاص النهارده في اليابان، انت تاني يوم بتلعب، يعني كده ايه؟ مستحيل واحد يجي 13 ساعه سفر. صحيح. ويلعب عشان يلعب 3 ماتش. لا ودب الساعه وغير الساعه. الماتش الرابع بعدها ب 48 ساعه، يعني هو طلعهم لك من الحسبه 4 ماتشات. وهو لعبهم لك. صحيح. وطلع بقى رئيس اللجنه المؤقته وقتها قال لك ايه؟ اتحاد الكره اتفق معايا على ضغط مباريات الاهلي عشان نفوز بالدوري، ده تصريح رسمي. صحيح. اللي بيكلمون عن العداله دلوقتي وجاي يطلع ينظر علينا ويقول لك اصلي ومش عارف مين وبتاع، يا عم ما تشوف اللي انت عملته في فترتك يا عم. يعني انت ضغطت الاهلي بصوره رهيبه جدا سنتين متتاليين. احنا على فكره مش بنعرف ان كان في اخطاء عشان بس الامور تبقى واضحه. لا لكن ده موضوع. لكن انت لعبت الاهلي ضغط مباريات رهيب جدا، نتمنى انه ما يتكررش، نتمنى. واحنا بنفترض لحد دلوقتي حسن النيه ان شاء الله باذن الله يكون الموضوع مترتب بما زي ما حضرتك قلت لا يضر بال 17 نادي التاني. انا هو ده. بص حضرتك انا بتكلم بمنتهى الصراحه. اه مظبوط. انا مش عايز ضرر ولا ليا ولا لل 17 نادي. انا اتصور ان النادي الاهلي الان يعد العده طبعا لعقد هذا الاتفاق الملزم عشان يبقى معلن للراي العام، معلن للاعلام، محدش بقى يعدي من جنبه، خلصانه بشياكه. وبالتالي لانه انت في الاخر عندك جمهور، عندك سلعه مكلفه اسمها كره القدم. حقيقي. الاهلي ذاهب الان نحو يعني انتقالات يناير، واعتقد انه النادي الاهلي بيعد العده ايضا لنجوم غوالي لان انت رايح تلعب كاس العالم للانديه، وبالتالي لا يمكن كل ده يمر يعني يعتبروها صناعه. هي صناعه طبعا بس نفسنا تدخل هنا فيعتبروها صناعه، فما ينفعش صاحب المال يخسر بالاونطه بالبلدي كده. صحيح. ده لا يجوز. عشان كده كمان طالما جبنا سيره يعني انتقالات يناير، انا بقول للنادي الاهلي انت في حاجه لنجوم باذن الله تهزم. حضرتك اتفرجت على قناه الاهلي امبارح؟ تهزم كل هؤلاء، تهزم التحكيم وتهزم الادارات المهترئه. تخيل بقى لو اتفرجت على قناه الاهلي امبارح هتلاقي في البيت الكبير على ما اتذكر او في الاستوديو التحليلي الكابتن سعد عبد الحفيظ. كابتن سيد 6 دقايق بالظبط. مظبوط. طلع واتكلم عن هذا الامر تحديدا وقال ان هيبقى فيه انتدابات جديده في شهر يناير القادم عشان احنا محتاجين شراسه اكتر مع مجموعه اللاعبين اللي طبعا ده غير ده خالص يا كابتن. عشان كده بقول لحضرتك كمان انت الناس بتنقي عشان تهزم المنافسين، انا بقى عاوز لعيبه تهزم كل دول، تهزم كل ما يخطط ضد النادي الاهلي مش المنافسين بس. صحيح. استاذ عصام شفت برضو مباراه امبارح ازاي النادي الاهلي وفاركو؟ في كتلة المباريات أن تكسب أولا. ويمكن بعض الزملاء، بس أنا أكررها تاني، الجمهور النادي الأهلي قال ما هو أنت منافسك الراجل فييرا طلع قال إحنا لازم نكسب، يعني السكسي فوتبول مش وقته أو ما يعني ذلك يعني. وبالتالي هي كتلة مباريات، لكن بعض الأخطاء في الروح تحديدا والشراسة لازالت مستمرة. أتصور أن السيد كولر برضو انه جاي طازه اوروبا خالص ما اشتغلش في مناطقنا دي خالص. صحيح. فهو عامل حساب قوي للي سمعه. ايه اللي سمعه؟ 3 ايام ويومين وحاجات كده وبطولات متقاطعه زي الكلمات المتقاطعه، فالان من التدوير لكنه بدري قوي. ده وجهه نظري على راي انت ما بتتكلم، يعني هو اكثر فنيه مننا يعني من هنا للجيزه، وبالتالي لا ابعد من الجيزه كمان. يعني انا على اساس الجيزه يعني قريبه بالنسبه لنا بعيده قوي. ده راجل لازم ايه يعني يركب التيم الاول على الاقل 15 ماتش وبعدين نبدا نعمل التوفيق والتدابير، وجهه نظر يعني. لكن هو قلقه على اسم النادي الاهلي، ويمكن ده بيبان لما نعرف بعد الماتشين اللي فاتوا لما بيقول للعيبه انتوا في نادي كبير قوي انتوا مش عارفين ولا ايه. وجهه نظر رائعه اللي حضرتك بتقولها دي، لانه
هو الرجل بينظر من دلوقتي لكاس العالم وما بعد كاس وما العالم وما بعد والتشابك ده. عشان كده بقى كتير علينا كمتابعين وبعض المحللين الفير انك تلاقي مثلا اربع فراوده غير الاربع فراوده التانيين. صحيح. وان يقتصر التغيير على الدقيقه 71 و75، وبالتالي اعتقد انه محتاج كابتن سامي قمصان وكابتن سيد يقربوا اكتر، مش يقولوا له لا، يبقى يقولوا له ان احنا غير، احنا غير. هو الراجل بيعمل حاجه مهمه برضو الجمهور لازم يعرف، بيغير الثقافه من اول اليوم الكامل لغايه يا ابني انت هو ما ركوش حاجه الا الكوره، واخد بال حضرتك؟ ده مش هيلاقي هوا بسرعه. صحيح. ده مع النادي الاهلي بقى اللي هو المفروض لعيبته عارفين يعني ايه نظام وسيستم المؤسسه الاولى. صحيح. وبالتالي لا، انا متصور كمان انه السكواد محتاج زي ما الكابتن سيد قال واحنا اكدناها مع حضرتك قبل كده، ان سكواد يعني نهايه اغلب المشاكل او الاغلب الاعم منها، سكواد من اللعيبه الغوالي هيجروا كل ده. واتصور كمان ان انا في حاجه انه انا مش عارف هي شغاله ولا لا، للائحه اللي احنا كنا بنتابعها واحنا زمان بنشتغل، يمكن في جيلكم لائحه كان كابتن ثابت البطل رحمه الله مدير كره، اللي هي لائحه ال 12 بونت بكام وال 10 بكام وال 9 بكام، دي بقى بتخليك لو انت حنبوزه لو بوزه اللي جنبك يجيبك من الفانيلا. ليه؟ ما انا مش هشقى وانت قاعد تقول لي ان عقدي وان كذا وان مكافئتي غير مكافئتك. لا يا حبيبي، احنا كلنا هنا النجوميه هي نجوميه النادي. انا مبسوط من كولر انه بقى واعي جدا يعني ايه النادي الاهلي، لدرجه ان هو بيقول للعيبه كده انتوا في النادي الاهلي. وبالتالي لا، الراجل محتاج شويه يندمج معانا، بس ان شاء الله ما حدش هيمصره، احنا عايزينه هو يخليهم هم اقرب للجزء الخواجاتي. والاهلي دائما ما كان بيروح في سكه الاحتراف اكثر من اي نادي اخر وبسرعه جدا كمان. فالجمهور انا ما اقلقش لما الجمهور يعني بين قوسين يزوم، بس ما يبقاش ده دايما، لا يعمل ريفريش كده يبين زعله، لكن مش دايما بقى ده. لا بعد لا، ربنا جمهور الاهلي بعد ربنا، انت عندكم سلوجان اسمه جمهوره ده حماه، جمهوره ده الحقيقه. يعني انت هو انت كيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز في ال 96؟ بالظبط، بسبب وجود جمهور الاهلي وحتى الدقائق الاخيره كل اللي سمعناه. وبالتالي جمهور ده تشجيع. جمهور عظيم بقى اللعيبه. نعم. دي بقى لازم تاخد بالها ان الجمهور ده ما يلاقوش زيه في الدنيا بحالها. مستحيل حد يلاقي جمهور زي جمهور النادي الاهلي. صحيح. والا ما كانتش يعني تبقى ترتيبه الخامس عالميا بره اي اصوات من مصر بعد ليفربول. وبالتالي يلا بقى يا عم، هات البطوله للجمهور العظيم ده. وبالتالي كل واحد يا كابتن لو عمل شغله كطبيعه النادي الاهلي، وانا بقول لحضرتك تاني وتالت ورابع، مع سكواد يخش عليه تلات لعيبه كده سفاحين كوره من اللعيبه الغوالي، لا هتيجي لعيبه تهزم كل الظروف ان شاء الله. بمناسبه اللائحه، لانه احنا لما سالنا هي تقريبا اللائحه دي هي اللي مطبقه يعني. انا بقول يا ريت يعني. لا لكن هي تقريبا هي دي اللائحه اللي مطبقه حاليا، لان هو النادي الاهلي اعتقد ان هو بيتحط، مش اعتقد، انا متاكد ان هو بيتحط سيستم معين وبنمشي عليه. مؤكد. انا بقول لانه كان الكابتن ثابت رحمه الله كنا مره في سفريه وبهزر معاه، قال لي دي حتى المصطلح نفسه دي اللي تخلي اللعيبه يجيبوا بعض من التيشيرتات. لا الكابتن ثابت الله يرحمه كانت ايامها لازم تلعب 80% من المباريات. يعني بقى مش هيقول لك كل التفاصيل الله يرحمه. لا في عدد مدراء الكره يعني. انا اللي بقولها لك. ولا قالوا لنا بس العنوان. كان 80% لازم تلعب 80% من المباريات علشان تاخد كامل المكافأة. كامل بس دي ما زالت يا كابتن. وما زالت. ما زالت. 80% دي ما زالت. هي يمكن قال يعني بقت 75 او 70 حاجه مشاركة. 75 نسب مشاركة يعني. لكن انا اقصد اقول لك انه في النهاية كل الامور دلوقتي مهيئة للي جاي، للي يبقى اللي جاي افضل كتير من اللي فات. على الرغم من ان احنا داخلين على مباريات كثيرة جدا يا حكيم، اولها مباراه سموحه وبعدين يومين ثلاثه ومباراه اخرى ويومين ثلاثه ومباراه ثالثه. سموحه هتبقى شرسه جدا لانها عنق الزجاجه، مش عارف حكيم معايا ولا لا، لطارق العشري. صحيح. هي مباراه مفصليه للكابتن طارق. كابتن طارق من نوعيه المدربين اللي بتتابع النادي الاهلي كويس جدا طبعا، يعني هو من بخلاف النادي الاهلي كاسم، بس هو كابتن طارق متعلق جدا بتملي، بيتابع طرق النادي الاهلي. صحيح. وبيبيع يعني بيحب الطريقه بتاعت النادي الاهلي، بيطبقها في كل مع 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 تغليب الشق الدفاعي بتاعها. صحيح. يعني كابتن طارق لا اي مكان بيروحه بيشتغل على سيستم النادي الاهلي بس بالشق الدفاعي طبعا لفوارق الامكانيات والخبره. فكابتن طارق مباراه مفصليه بالنسبه له، الفريق عنده 7 أو 8 بونت على ما اعتقد. الاهلي هيواجه ترسانه دفاعيه، لازم يكون الجهاز الفني، واعتقد ان هو بيشتغل على الجزئيه دي. بالمناسبه انا شفت حضرتك في الانترو كنت بتتكلم على التجربه بتاعت المباراه الوديه بتاعت منتخب الشباب،
انت تعرف النهارده كان في لعيبه من فرقه 2005 و2006 2007 في المباراه دي، مواليد 2005 و2006 كاباكا ومجموعه من اللعيبه، كانت تجربه ممتازه جدا، وخلصت 4-4 تعادل ما بين البدلاء وفريق الشباب. فهتبقى مباراه مهمه بالنسبه لكابتن طارق وبالنسبه للاهلي طبعا. بس الاهلي لازم يدخل المباراه دي وعنده بدائل ان ازاي تفك الشفره الدفاعيه اللي هيشتغل بها الكابتن طارق. لانه برافو عليك، لانه هو اللي جاي يا استاذ عصام دايما زي ما بقول كل 3 ايام مباراه، والمباراه يعني حتى احمد فوزي قال هذا الامر، قال ان المباريات القادمه انت دلوقتي اللي بيتنافس او الاقرب المتنافسين الاهلي في المركز الاول والزمالك في المركز الثاني، بعدين فيوتشر بشويه بنقطتين او 3 نقط اقل، فبالتالي انت بتتنافس انت مع الزمالك ومع فيوتشر. فرق الزمالك وفيوتشر عندهم مباريات اسهل من النادي الاهلي قبل كاس العالم ككتلة. ايوه قبل كاس العالم الدكتور فوزي قال كده. الاهلي عنده سموح، سيراميك، بيراميدز، زمالك او بيراميدز وبعدين فرقه كمان وبعدين الزمالك. الزمالك او انبي وبعد كده الزمالك 24 يناير الزمالك. فبالتالي انت هتلعب او هتلعب ماتشات صعبه جدا جدا قبل جدا السفر. قبل السفر في ظل ظروف صعبه برضو ليها، كل ماتشات قريب، وخلي بالك برضو كل ما بتقرب من كاس العالم الفكر بيروح ناحيه كاس العالم طبعا. فلازم يبقى فيه مش عارف اقولها تدوير ولا اقولها ايه، معرفش بقى كمدير فني الله يكون في عونه برضو يا استاذ عصام طبعا، لكن انا بشويه الخبره ارى ان يكون في تثبيت والتدوير يكون في حدود ضيقه جدا جدا جدا، لان زي ما قال حكيم عندك لائحه 5 ايام قبل السفر، اذا هتلعب مباراه الزمالك هتلعب ماتش وتغادر الزمالك يعني. وبالتالي لابد من ان الراجل كابتن سامي تحديدا وكابتن سيد يحاولوا يقولوا له الثقافه مش هتخلص بسرعه، انت صحيح معاك اهم لعيبه تقدر توصل بيها لاعلى منطقه لان هكذا ثقافه واداره النادي الاهلي، لكن رويدا رويدا يعني. تمام. برضو يا استاذ عبد الحكيم من وجهه نظرك، هل انت شايف اللي بيحصل مع كلاتنبرج، هل كلاتنبرج هيمشي ولا هيفضل موجود؟ امنيته انه يستمر. لا انا عارف ان امنيتك كلنا امنيتنا ان هو يستمر، ولكن اللي انت عارفه بقى في اتحاد كره القدم واللي بيحصل خلال هذه الفتره من هجوم البعض على هذا الامر، هل بتعتبر ان ده هيحصل؟ يعني هو الراجل على حسب تحمله، على حسب قدره تحمله انه يقدر يوصل بالموضوع لحد فين، لكن هو بيواجه مجموعه يعني مش 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 جهه واحده عايزه تمشيه او جهه واحده عايزه تطفشه، لا تطفشه ايوه انديه منافسه تمام، حكام سابقين عايزين ياخدوا مكانه، مسؤولين سابقين عايزين يهدوا التجربه مش عايزينك تنجح، كل دول بيتحنوا عايزين. ما انا قلت لحضرتك ده في واحد طلع علني وقال لك ايه، انا مش عارف اوصل اكلمه عشان اقدر اعرف مين الحكام. يعني ده علني الكلام كان كده، انا مش عارف اكلمه عشان مش عارف مين الحكام اللي هيحكموا ماتشي. فحضرتك كل ده السكه انك مش عايزينه. وعلى فكره الاهلي برضو مش بيدافع، او انا مش بدافع عن كلاتنبرج عشان، لكن انا شايف ان دي بدايه تجربه كويسه. صحيح. وخد بال حضرتك لو حضرتك خدت بالك ان في تحسن في اللعب، يعني ممكن تكون في عنف شويه لكن الكوره ما بتقفش كتير، بتبقى الكوره بتبقى في الملعب اكتر. يعني لو كنت بتلعب مثلا في الشوط 30 دقيقه دلوقتي بقيت تلعب 40 مثلا يعني 36 يعني 32 لا 35 بس برضو ده تطور. اوكي. الاخطاء التحكيميه قلت ومش مقصوده، لازم نفرق بين دي بنسبه كبيره. صح. بنسبه يعني ما بقتش انت تحس بالحكم يا كابتن، تحكم كنت لاعب وكنت كابتن النادي وكابتن منتخب مصر بتشوف الحكم بعينك، الحكم بيبقى باين قوي ان هو يعني حتى في كره الاهلي بتاعت امبارح لا مش مقصوده، بس هو اخطاء منه خطا تمركز لا مش مقصوده طبعا طبعا، لكن السنه اللي عدت يا كابتن واللي قبلها انت كنت بتبقى شايف بعينك لا كنت تعمل. شايف بعينك عناوين الاحتواء العظمه في كل المناحي، ده فجر بالمعنى الحرفي. صحيح. ده في كوره على ما اعتقد من سنتين يعني كانت على الخط الجيش، ماتش الجيش، ماتش الجيش مش ممكن، الكره بتاعت ايمن اشرف وايمن اشرف ايمن اشرف تمام، يعني كان في حاجات بتبقى باينه تعمد. فانا اتمنى ان الناس يعني لو انتوا عايزين بتتكلموا وبتطلعوا تتشدقوا بتجربه المغرب وبتقولوا عايزين نبقى زي المغرب وعايزين نبقى زي تونس وعايزين نبقى زي السعوديه، دي تجربه اخر السنه نقيمها يعني، خلينا نقعد لاخر السنه وسيبوه يشتغل اخر السنه وبعد اخر السنه وبعدين نبقى نشوف عشان نجحت عشان الناس تتاكد. انت قلت حاجه مهمه، المغرب والخليج هذه الدوريات اغلب واعم ما نشطها هي وجود حكام والاسماء كثيره، في ثلاث اطقم مغربيه وانت عارف، وفي 7 حكام كانوا في كاس العالم قطريين يا جماعه، وثلاثه سعوديين، واحنا يا دوب ابو الرجال
وهو صنيعه النخبه، صح ولا لا؟ النخبه بتاعت الفيفا، ما حدش له دخل فيه. ده بص يا كابتن، من ضمن الحاجات اللي بيتحارب بيها كلايتنبرج، اه انا ماليش دعوه بجزئيه ان هو كان متفق على انه يروح كاس العالم وياخد شهر، جه النهارده تلاقي بقى ايه اللي بيسرب بقى من جوه، اللي هو يعني ليه رجالته، يقول لك كلايتنبرج يحصل على اجازه تانية. طب يا عمي ما هي فيتوريا هيحصل على نفس الاجازه، ومش دي ناس بتروح تعمل عيد الكريسماس بتاعتهم الكريسماس. يعني انت عايزه مثلا راجل يقعد، ده طبيعي على فكره في عيادهم. اي واحد عيادهم ما ينفعش تمنعه، يروح طلع لك النهارده متسرب لك الموضوع، يقول لك ايه اجازه اخرى عشان تسخن الدنيا عليه. من ضمن بقى المسلسل اللي انت شغال عليه، مين اللي ورا الحاجات دي؟ الراجل ليه رجاله اللي بيسرب شغل معين وبيطلع خبر كذا وبيطلع شغل بقى ممنهج بشكل حاجه يا كابتن. والله العظيم انا مش فاهم، احنا عايزين نتقدم ونقول نتقدم، نتقدم ازاي؟ يا انت تقعد على الكرسي يا تحكمنا يا تقتلنا. يا تقتلنا، صحيح. تقتلنا، صح. عموما خلينا نشوف اللي هيحصل خلال الفترة القادمة، هي فترة نتمنى أن تكون فترة مبهجة وجميلة لجمهور النادي الأهلي وللعيبة النادي الأهلي، لأنه احنا داخلين بالفعل على فترة صعبة جدا، سواء في المباريات أو في ضغط المباريات كمان قبل كأس العالم، اللي النادي الأهلي بيمثل فيه بلده وقارته، مش بيمثل فيه حد تاني، هو النادي الأهلي بيمثل مصر وبيمثل القارة الأفريقية في وجوده في كأس العالم في المغرب. بالمناسبة يا كابتن معلش هتكلم حضرتك، هو فعلا ممثل قارة أفريقيا. ما طبعا ده اللفظ اللي جاي في الجواب كده. أمال أنا بقول إيه؟ آه عشان هم أصل الناس تقول لك الوداد كبلد الوداد كبلد مضيف. دولة المضيف. حبيبي اللي يقول يقول. هو دلوقتي بالمناسبة صحيح، قبل بس ما أنسى كمان، أنت عارف السبع الأسابيع اللي فاتوا دول النادي الأهلي كسبان 6-1. آه فين؟ 6-0. لا 6-1. 6-1. 6-1. عارف فين؟ في فريق، بص فرق كلها كاس السوبر؟ لا 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 انت فهمتني غلط. السبع اسابيع اللي فاتت بيتم اختيار مين افضل لاعب في السبع اسابيع. انا بقول لك الفرق كلها محتجه على ده، ما اعرفش ليه برضه. الفرق ايه؟ اغلب الفرق محتجه على ده، ازاي يبقى افضل لاعب من النادي الاهلي؟ مش فاهم ازاي يعني، مش في ناس بتختار؟ ده لانه الاكثر شعبيه. طب ما انا هعمل ايه؟ اي حاجه فيها حاجه تخص النادي الاهلي. طب ما انت ده استفتاء يا كابتن، ده في كل العالم. ده غير ان الاستفتاء بتاع الرابطه اللي هو فيه جزء الفني برضو بلعيب الاهلي. عايزين تغيروه غيروه بالمناسبه، مش هتيجي ازاي يعني؟ عايزين تغيروه غيروه يعني. حتى الست مرات اللي كسبهم الاهلي ده كان في لعيبه الاهلي فكسبوا فرق كبير جدا عن اللي بعدهم. المره الوحيده اللي خسرناها اللي هي 6-1، يعني عشان كده بقول لك 6-1، المره الوحيده دي ما كانش فيه الاهلي، كان احمد الشيخ غزل المحله، ويوسف نبيه، يوسف اسامه نبيه غزل المحله، الزمالك انا اسف، وحد كمان. فيعني احنا الحمد لله في كل استفتاء في كل حاجه تخص جمهور النادي الاهلي دائما ما يفوز في مثل هذه كل المواجهات المباشره. السنه دي بين الاهلي والزمالك في السوبر الاهلي كسب، في فرق الناشئين 6-0، 2001 كسب 6-0 فعلا. 2001 كل الاعمار، 2001 2003 2005 2006 و2007. اوكي دي كل المسابقات اللي فيها كلمه بطولات جمهوريه. انا ماليش دعوه بدور المناطق، دي بطولات الجمهوريه المعتمده. تمام، خمس اعمار سنيه وكسبت في السوبر 6-0 لحد دلوقتي في المواجهات المباشره. يا مسهل، احنا عايزينها دي صفر على طول، مش عايزين يعني مش عايزين ايه تبقى 6-1 ولا حاجه، احنا عايزينها دايما تبقى دائما 6-0. شرفتونا ونورتونا ودايما. استاذ حكيم معاكم، ما تقولوش الصفقات ايه عشان الجمهور بيستغرب. لا 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 دايما. لا يا مش الناس بعينها يعني، طمن الناس ببلدين. هو عبد الحكيم هيقول لي بعد ما نخلص السفاحين جايين. لا 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 يا مسهل، يا رب وتشوف ايه اللي هيحصل. ولكن ان شاء الله جمهور النادي الاهلي مصدق ادارته وعارف انه كابتن سيد مش طالع يقول كده اي كلام في الست دقائق، ده ليهم معيار، وانه فعلا النادي الاهلي هيركب سكواد يفوز على كل المخاطر اللي بيحاولوا يقفلوها، لكن جمهوره ده حماه ما بيخليش الدايره تقفل ابدا. دايما هو الجمهور هو الاساس في كل شيء، وهو دايما اللي بيحطنا دائما في القائمه في الاول، دايما بنبص فوق ما بنبصش تحت عشان خاطر جمهورنا. شكرا جزيلا يا استاذ عصام. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا. انا بشكرك جدا عبد الحكيم على وجودك معانا. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.